ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اهلا بيكم وحلقة جديدة وبرنامج العزومة. كل سنة وانتم طيبين، ان شاء الله سنة سعيدة جديدة، ان شاء الله نحقق فيها كل خير لينا بإذن الله. يا رب يا رب كل الناس تحقق كل ما بتتمنى ان شاء الله. يلا بينا، هنعمل ايه النهاردة؟ عندنا الكحك. هنعمل الكحك ان شاء الله، هنقول مع بعض كل اسراره علشان يطلع معاكي كحك ناعم مظبوط ويبقى في منتهى الجمال. يلا بينا نشوف المقادير. عندنا كيلو دقيق، والدقيق دقيق جميع الاستخدامات ويكون نوعيه كويسه، ودي مهمه جدا علشان ما ينطرش مننا السمنه. 650 جرام سمنه بدرجه حراره المطبخ، يفضل طبعا تكون سمنه بلدي. نص كوبايه لبن، 3 معالق كبار من السمسم وضروري يكون محمص، 3 معالق كبار من اللبن البودر، معلقه كبيره من السكر، معلقه كبيره خميره، وعندنا معلقه كبيره من البيكنج باودر، معلقه صغيره من ريحه الكحك البودر، ورشه ملح، وربع كوبايه ميه دافيه. والحشو بتاعك انت، عايز تحشي عجوه، ملبن، عجميه، ساده، براحتك خالص، وطبعا سكر باودر للتقديم. تعالوا بينا بقى نشوف هنعمل ايه. بدايه الدقيق بتاعنا دقيق جميع الاستخدامات، يكون نوعية كويسة علشان زي ما اتفقنا ما ينطرش مننا السمنة، وبعد ما نعمل الكحك نتفاجئ ان الكحك خشن علشان الدقيق ما كانش كويس. طبعا ننخله كويس، هنجيب الدقيق بتاعنا ونحط عليه كل المكونات الجافه اللي عندنا. عندنا ادي الدقيق، وهنا السمسم محمص ومتنقي ومحمص علشان احنا مش هنقدح السمنه، فما ينفعش احط السمسم ني هيفضل معايا ني برضو. هنحط السمسم، لبن بودر، بيكنج بودر، عندنا كمان ريحة الكحك، دي ريحة كحك بودر بتجيبيها من عند العطار، وهنا عندنا السكر والخميرة. هجيب بولة كده واحط السكر مع الخميرة ونقلبهم بشوية مية دافية، مش كتير خالص. يبقى احنا دوبنا الخميره والسكر في شويه ميه دافيه علشان اعرف ان كانت الخميره بتاعتي دي شغاله ولا لا. نعم، تمام كده. كده احنا حطينا هنا كل المواد الجافه، في ذره ملح بقى عشان ما ننساهاش، ذره صغيره. حطينا الدقيق، السمسم، حطينا اللبن البودر والبيكنج باودر، وحطينا كمان ريحة الكحك. هنقلب بقى كله مع بعضه. طيب تاني حاجة معانا، احنا قلنا السمسم محمص وقلنا السمنة وقلنا الدقيق، يبقى جميع الاستخدامات ونوعية كويسة ولازم يتنخل. السمنة بتاعتنا طبعا كل ما كانت السمنة نوعيتها كويسة كل ما ادتني نتيجة أفضل. السمنة بدرجة حرارة المطبخ هنضيفها. هنا مقدار السمنة معاكي من أول 500 جرام ل 650 جرام، ده على حسب انت حابة نعومة الكحك ازاي. هنبتدي بقى نبس الكحك، ودي خطوة مهمة قوي في الكحك. يعني ايه نبس الكحك؟ يعني نشرب الدقيق نشرب السمنة للدقيق. تمام، كويس جدا، علشان كل ما الدقيق شرب السمنه كل ما اداني نعومه ونتيجه حلوه قوي. هنبتدي بس كده بالطريقه المعتاده بتاعت اهالينا اهو. ضروري جدا الخطوه دي تاخد وقتها معاكي لغايه ما يبقاش فيه دقيق ابيض قدامك خالص.
تمام كده اهو. شايفين بنشرب السمنه للدقيق لغايه ما يبقى معناش دقيق ابيض خالص في البوله اللي بنعجن فيها. السمسم محمص، حطينا بيكنج باودر وهنحط كمان خميره. تمام كده ريحه السمنه طالعه حلوه قوي، خصوصا لما تكوني بتستعملي سمنه بلدي حلوه. الكحك يعني سمنه معروفه جدا، استخدمي سمنه نوعيه كويسه، حطي المقدار بتاعك مظبوط علشان يطلع معاكي الكحك ناعم وجميل. لسه في شويه هنا، يبقى بسينا الكحك مع الدقيق مع السمنه كويس قوي اهو، خلاص مفيش دقيق ابيض تاني. هنحط الخميره بتاعتنا، وهنحط كمان اللبن. حاجة مهمة جدا في اللبن، ما ينفعش أزود لكيلو الدقيق أكتر من كوباية لبن، كل ما زودتي اللبن أو المية الكحك بيطلع معاكي ناشف. تمام؟ في ناس متخيلة العكس، إن كل ما تحطي مادة سايلة كل ما الكحك يبقى طري معاكي كده، العجينة بتطرى بس الكحكية نفسها بتنشف جدا. وحاولي بقى ما تعجنيش كويس او ما تعجنيش كتير، يا دوبك لمي العجينه. يبقى معلومه مهمه جدا، اوعي تكتري في الماده السايله وانت بتعجني الكحك، هتنشفه منك. وانت حاطه مقدار سمنه كتير هتلاقي الكحك بتاعك طالع ناشف من الفرن علشان السوائل كترت. خلصنا وعجننا الكحك، بصي هو بقى كده، هتاخديه تعمليه كوريه بالشكل ده اهو، مش مشقق ولا حاجه، كحكايه حلوه قوي. عايزه تنقشي براحتك جدا، عايزه بالبصامه، عايزه من غير اي حاجه خالص، هو في الاخر السكر بيداريه ومبقاش فيه اي حاجه باينه. صاج فرن بقى ونيجي للحشوه بتاعت الكحك. كتير مننا بنحشي ملبن او عجوه ونفاجئ ان هي نشفت جوه العجينه، ده بيبقى سببه. نعم تمام، حاضر، نوسع سكتنا. ليه العجوه والملبن بينشفوا مننا في الكحك؟ علشان ممكن حد يلاقي العجوه بتاعته ناشفه فيفكها على النار كده بسمنه او حاجه فينشفها زياده في الحشو. لما تلاقي العجوه بتاعتك ناشفه حطي عليها شويه حته زبده، حوالي معلقتين كده على الربع كيلو العجوه، واعجنيها بايديكي كويس، هتلاقيها فكت كده وبقت طريه وحلوه تقدري تحشي بيها بسهوله. الملبن نفس النظام، برده تعجنيه بزبده هتديله طراوه وطعم حلو جدا. معنا مين؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حاجه فاطمه، عامله ايه؟ الو، عامله ايه انت يا حبيبتي؟ الحمد لله يا حبيبتي. انت عامله ايه يا ست فاطمه؟ انا عامله كحك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. كل سنه وكل اخواتنا المسيحيين بخير يا رب، وعوضها علينا وعلى الامه الاسلاميه كلها بخير يا رب. يا حبيبتي سنه سعيده يا رب. يا رب يا روحي. والحاجات الوحشه اللي حصلت دي بقى ما تحصلش تاني ان شاء الله، لان احنا تعبنا. وعايزه اقول يا جماعه والله العظيم الحاجه الست فاطمه انا ما اعرفها، واقسم بالله اعرفها بقلبي من الشاشه بس، وانا ما بتكلم معاها بتكلم معاها من قلبي حبيبتي، بقول الحقيقه بقول اللي جوايا. تسلمي. عشان هي ولا متصنعه ولا مزيفه، وهي اللي جواها هو اللي براها حبيبتي، ده اللي انا شايفاه، هو سبحان الله هو ده اللي احنا شايفينه كلنا. ميرسي والله. فالكل بيسلم عليكي يا حبيبه قلبي. تسلمي. وبيقول لك تسلم ايديكي، وبرده مش عايزين يا التوابل اللي انت عملتيها تعملي يوم تنزلي لهم مجموعات التوابل كلها. عينيا الاثنين، حاضر يا حبيبه قلبي، ميرسي يا حاجه فاطمه، والله كلك ذوق وكلامك كله زي العسل. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وكل الناس بخير ان شاء الله. هنا العجوه بتاعتنا احنا مكسرين فيها او حاطين فيها شويه من عين الجمل، تقدري تعملي كده كمان مع الملبن، وحاطين فيها كمان سمسم وعجنينها بمعلقتين زبده، فعشان يبقى طعمها بقى تحفه جدا. وكورناه عشان تسهل معايا كده على طول احشي الكحكايه واحطها في الصاج. انا بحب اخلي الكحكايه قبل فوق،
ودي ميزة في إيه؟ إن هي لما تستوي هتهبط شوية، لما تخمر هتهبط شوية، فهتديني ارتفاع حلو جدا للكحكاية. زي ما قلتلك تقدري تسيبيها كده، وتقدري تنقشيها بمنقاش، وتقدري تعمليها بالبصامة بالشكل ده. وفي الآخر كله ما بيبانش وبيطلع السكر مداري وزي الفل. الكحكة هيتسوى ازاي؟ الكحكة هيتسوى على درجة حرارة 180. اوعي تحطي الكحكة على نار هادية قوي، هينشف برضو يطلع معاكي ناشف. تمام، يبقى نخلي بالنا الكحك على 180 على الرف الوسطاني، بياخد حوالي من ربع ساعة لتلت ساعة وبيطلع معاكي زي الفل. يبقى واحنا بنتكلم قلنا كذا سبب علشان الكحك معاكي يطلع مظبوط ناعم، ما تكتريش المواد السايلة. هتقولي ده العجينة مفرولة كده، هتطلع معاكي ناعمة. أما لو حطيتي سائل تاني علشان تظبطي العجينة كده وتبقى طرية في إيدك، هتلاقي الكحك هيطلع معاكي خشن بعد التسوية. ومعانا هدى. ازيك يا هدى؟ اهلا بيكي. ازيك حبيبتي؟ حبيبه قلبي. الله يخليكي، الحمد لله. انا بحبك جدا، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روحي وسعيده ان شاء الله. والله انت شيك واموره وضحكتك زي العسل. ميرسي يا حبيبه قلبي، كلك ذوق. يا ربنا يخليكي لي. انا طلبت من حضرتك، انا هدى حلوان، طلبت منك الرز الخلطه وقلت لي اسبوعين وما عملتهوش يا شيف. يوم الخميس ان شاء الله احلى ديك رومي واحلى رز بالخلطه هنعمله مع بعض ان شاء الله. يا ربي يخليكي ليا يا قمر، انت قمر والله العظيم. ميرسي يا حبيبتي، والله تسلمي لي بجد يا مدام هدى، نورتيني. وقلنا ان السمسم بيتحط متحمص علشان احنا مش بنقدح السمنه، فلو حطينا ني هيطلع برضو طعمه ني معانا. المعلومات دي كلها. وقلنا كمان ان الدقيق دي جميع الاستخدامات نحاول نختار نوعيه كويسه وننخله علشان يدينا نتيجه كويسه. قلنا ما نزودش المواد السايله سواء لبن او ميه علشان ما ينشفش مننا. وقلنا نبس كمان الكحك كويس قوي قوي، الدقيق مع السمنه نبسهم حلو جدا مع بعض علشان يطلع معايا الكحكايه كده ناعمه ودايبه، وده سر الكحك الناجح. زي ما قلت لك احنا هنا المقدار بتاعنا لكل كيلو دقيق 650 جرام من السمنه. تقدري تقللي شويه لو عايزاه كحكايه يعني مقرمشه شويه، تقدري لا ما تزوديش اكتر من كده، هو كده هيطلع ناعم وتحفه جدا. عايزه تخليه يعني اخشن سنه، هتقللي مقدار السمنه، تخلي مثلا 550 او 600، ده على حسب ذوقك. في ناس بتحب الكحك يعني خشنه شويه. بالشكل ده سهل خالص، وعملنا الكحك اهو على الهوا، وزي ما قلنا هيخش الفرن على 170 لغايه ما ياخد لون ذهبي. 180 مش 170، لغايه ما ياخد لون ذهبي على الرف الوسطاني، هياخد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بالكتير جدا. لو فرنك فيه مروحه ما تشغليهاش، المروحة بتنشفه برضو. تمام، يبقى هنشغل الفرن بس لغاية ما ياخد لون ذهبي من تحت، ولو حسيت انه خد لون تمام اطفي تحت وشغلي له الشواية لغاية ما ياخد لون من فوق كمان. تمام، عشان يطلع معاكي بخيره، الفرن ما يمتصش الرطوبة بتاعته ويطلع بعد كده ايه ناشف. كبري الكحكاية، تصغريها، دي بقى حاجة ترجع لذوقك، بس انا بحبها صغيره، كل ما صغرت كل ما ادت لنا نتيجه احلى، والواحد ياخد الكحكايه كده ياكلها على طول ما تتبهدلش مننا. حلو الكحك في الشتاء، يدي طاقه وباور كده. ونقول كل سنه كل اخواتنا المسيحيين بخير. عملنا مع بعض امبارح ثلاث انواع بسكوت، والنهارده ادي الكحك. ان شاء الله هنعمل كمان البيتي فور. تمام، هنطلع بقى فاصل صغير، اكمل الكحك واحطه في الفرن ونرجع على طول. اوعوا هتروحوا في اي حته، مستنياكم. We'll be right back.
رجعنا لكم تاني. عملنا الكحك ودي طبعا عاملينها قبل الهواء علشان يلحق يستوي، واللي عملناها مع بعض اهي، وهندخلها الفرن دلوقتي على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180، هتقعد حوالي ربع ساعة لتلت ساعة. تمام كده، يلا بينا بقى نعمل البيتي فور. مقادير البيتي فور معانا النهارده هتكون 4 كوبايات دقيق عليهم 2 كوباية زبدة، والزبدة تكون طرية بدرجة حرارة المطبخ، 1 كوباية سكر باودر منخول، وعندنا 2 أصفر بيض مش هنستخدم البياض خالص، معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، رشة ملح، مع 2 معلقة كبار كاكاو لو حابة تعملي جزء بالكاكاو، والحشوة هتبقى مربى، أي مربى أنت بتحبيها بس تكون بيوريه ما فيهاش أي قطع. وهنزين بأي حاجة برضو متوفرة عندك، شوكولاتة خام، عندنا فستق، سبرينكلز ملون، كريز، أي حاجة حابة تزيني بيها التزيين ده بتاعك أنت. يلا بينا بقى نشتغل. خدنا بالنا واحنا بنقول المقادير ان احنا معانا 2 أصفر بيض وما فيهمش بياض، علشان لو انت عايزه البتيفور ناعم يبقى هنستخدم صفار، حبه يعني خشن شويه، حطي البيضه كامله. تمام، ادي الزبده نحطها في بوله اوسع عشان نعرف نضربها كويس. يبقى الكل 1 كوباية دقيق، 1/2 كوباية زبده طريه. هنخفق الزبده بتاعتنا كويس، ضربت الزبده كويس قوي مع بعضها كده. وبعدين هضيف لها السكر البودر، وده منخول، لازم يكون منخول، احيانا السكر بيبقى مرطب وتلاقي فيه كلاكيع عشان ما تعملش معانا كده في العجينه. وعلشان تضمني نجاح البيتي فور لازم تخفقي السكر مع الزبده كويس جدا جدا لغايه ما القوام تلاقيه لونه ابتدى عمال يفتح جامد وكمان عمال يعلى معاكي، ده هيديكي بيتي فور ناعم وهش وجميل جدا. يبقى دي خطوه مهمه جدا انك تضربي الزبده والسكر مع بعض. هبتدي انزل البيض اللي هو صفار، 2 أصفر بيض، ومعاهم طبعا الفانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا، ونخفق تاني. هنبتدي بقى ننزل بالدقيق حبة بحبة،
لو حسينا تقل على المضرب شويه بايدينا بقى ونلم العجينه، هي مجرد ان الدقيق يمتزج مع الزبده والسكر ويبقى كده تمام. من الافضل ان احنا بعد ما نعجن البيتي فور ان احنا نعم تمام، من الافضل ان احنا بعد ما نعجن العجينه ان احنا نحطها في الثلاجه ترتاح نص ساعه. زي ما قلنا امبارح في البسكوتات برضو، كل ما ريحتي العجينه اللي فيها زبده او سمنه شويه بعد العجن في الثلاجه هتديكي نتيجه احسن، لانها بتبقى الزبده او الماده الدهنيه اللي احنا حاطينها ساحت من كتر الشغل، فممكن ما تديكيش النتيجه اللي انت حباها، فيفضل تريحيها في الثلاجه نص ساعه وبعدين تبداي تشكلي بقى تديكي نتيجه افضل. تمام كده، هنحط بقيه الدقيق ونلم العجينه بتاعتنا. ريحتها حلوه قوي. وهنا برضو دايما بقول في كل حاجه بنعملها، كل ما كانت مكوناتك كويسه كل ما اديتك نتيجه حلوه قوي. اختيار المكونات عليه عامل كبير قوي ان المنتج بتاعك اللي انت هتعمليه يطلع حلو جدا. انا عايزه امزج كله ما يبقاش فيه اي دقيق. وادي العجينه حلوه جدا، طبعا زي ما قلت لك عايز تحط في الثلاجه شويه عشان تتماسك. جربي وحدتين قبل ما تسوي كل المقدار، بحيث انك انت لو لقيتي فرشت منك ولا حاجه محتاجه معلقه دقيق تقدري تحطيها. ماشي. ومعانا الحاج علي، اهلا وسهلا. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحاج علي، انا بسنديكي الشيف فاطمه رائعه. ميرسي، ربنا يعزك. ربنا يعزك والله. كنت بشكرك على البفتيك الكذاب. حلو قوي، عجبك؟ وعلى وبس عايز اسال بقى بالنسبه لهيئ اللحمه البلدي اللي انت كنت عملتيه قبل كده. قبل كده يعني الاول عملتي له صدمه واخد أيوة. بالك وبعدين حطيتيه في الفرن. لا انا بسويه على البوتاجاز. يستوي على البوتاجاز من فوق. كله على البوتاجاز؟ ده افضل يعني عشان جوه الفرن يعني. ايوه بالظبط كده، افضل عشان يديك نتيجه كويسه. ويبقى طري ما يبقاش ناشف، الفرن بحس ان هو بينشفه شويه. استاذنك ابعت تهنئه. اتفضل. اتفضل. بهني مدام سعاد الغندور وبشكرها على الوليمه اللي عملتها قبل كده، وعملت ورق عنب يعني الشيف فاطمه يعني بتعمل زيه. ربنا يكرمك. وكل سنه وهي طيبه بمناسبه عيد ميلادها ومناسبه السنه الجديده. ربنا يبارك لك فيها ان شاء الله. واستاذنك بقى اختها تبعت لها تهنئه. ماشي، اتفضل. كل سنه وانت طيبه يا سعاد. كل سنه وانت طيبه يا عبير. عيد سعيد ان شاء الله. نورتوني حبيبتي. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل مشاهدينا بخير يا رب. نورتوني باتصالكم. لو حابه تعملي جزء بالكاكاو من العجينه هتاخدي جزء وتحطي عليه كاكاو لغايه ما تاخدي اللون، طبعا يفضل كاكاو خام، لغايه ما تاخدي اللون اللي انت حباه اهو عشان نشكل شويه ابيض وشويه كاكاو. حلو جدا. تمام كده. ونجيب صاج فرن وهنبتدي نشكل البيتي فور. وزي ما قلتلك يفضل انك انت تريحي العجينه شويه حوالي نص ساعه قبل ما تبداي تشكليها. عايزه تشكلي بقى وردات. بسم الله. حاضر. الايه تمام كده. طب
انا عايزه معلش كيس حلواني تاني عشان البلبله دي مش قد كده. حاولي تسوي وحدتين من البيتي فور قبل ما تسوي الكميه كلها، ده زي تيست، ده تيست علشان يعني لو لقيتي حاجه فرشت تعرفي تلمي الدنيا بمعلقه دقيق وتظبط معاكي بدل ما تدخلي كله مره واحده. بس عايزه اقول لك ان المقدار تحفه جدا، ما تقلقيش اعمليه وانتي مطمنه. هي البلبله بس فيها مشكله. تمام. لا انا بس مستنيه الكيس يدخل لي عشان البلبله دي مش مريحاني في الشغل. مين؟ معانا مسيف. اهلا وسهلا ام شريف. ازيك يا شيف فاطمه؟ الله يخليك. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي وسعيده ان شاء الله. ربنا ما يحرمناش من ضحكتك الجميله دي. ولا يحرمني منكم ابدا. الله يخليك. كل سنه وانت طيبه يا رب، وعنا عليك بالخير انت واولادك يا رب. اللهم امين واياكي حبيبه قلبي ان شاء الله. بشكرك على الحاجات الجميله اللي بتعملها لنا والله. حبيبتي تسلمي لي والله، انت اللي جمال وعينيكوا جميله. تسلم ايديكي. تسلم. الله يخليكي حبيبتي. ممكن ابعت اهداء لبنتي؟ اه طبعا اتفضلي. ربنا يخليك يا رب. ببعت اهداء لبنتي نهى واماني عشان عيد ميلادهم الشهر الجديد ده ان شاء الله، ربنا يعيد عليهم بالخير وعلى اولادهم يا رب. وببعت تهنئه برضو لاولادي محمد وشريف ومصطفى، ربنا يبارك فيهم وفي اولادهم يا رب. يا رب يا روح قلبي ان شاء الله. ربنا يخليكوا واحفادي كلهم بقى كتير بقى، ربنا يبارك فيهم يا رب. اللهم امين يا حبيبتي، يبارك لك في احفادك ويبارك لك في كل حبايبك. ربنا يخليك ويساعدك يا رب. ربنا يخليك يا روح. تسلمي. وتسلم ايديك على كل اللي بتعمليه. تسلموا لي يا رب وما تحرمش منكم ابدا. نقدر نعمله طويل كده ونلزقه، نقدر نعمله وردات بالشكل ده زي ما تحبي. تشكيله سهل، نقدر نعمله بمكنه البيتي فور برضو لو متوفره عندك. عجينه حلوه جدا. تمام. هنسويه ازاي بقى البيتي فور؟ البيتي فور على 170 على الرف الوسطاني، يعني 10 دقايق ويمكن اقل، وهتلاقيه ابتدى يلون معاكي. طلعيه لونه ذهبي وابدأي زينيه. الزقيه الاول كل اتنين مع بعض كده بمربى، وبعدين زينيه من بره بجوز الهند. هوريكي دلوقتي الاشكال اللي احنا عاملينها. خلصنا وهندخله الفرن على 170 على الرف الوسطاني لغايه ما ياخد لون ذهبي ويطلع معانا زي الفل. عملنا الكحك وعملنا البيتي فور. التزيين بقى بياخد وقت، واحنا النهارده وقتنا صغير شويه. هوريكم الاشكال وانت ليكي مطلق الحريه تزيني براحتك خالص. هنا اهو لزقنا كل اتنين مع بعض، وزينا بقى بشوكولاته وحطينا عليها جوز الهند او سبرينكلز اللي هي الحاجات الملونه او اي مكسرات متوفره عندك. طلع معانا بالشكل اللذيذ ده، حلو جدا. وادي الكحك بتاعنا، نجيبه كمان هنا، شكله تحفه. على فكره الحاجه لما بتعمليها في البيت بتبقي ضامنه نظافه وجوده، وضامنه كمان انت حاطه مكونات ايه فيها والسمنه مصدرها ايه، فعشان كده الحاجه بتطلع حلوه قوي ريحتها. مش قادره اقول لك جميله وبتقلب ريحه البيت. تعملوه بالهنا ان شاء الله وتعملوه في الفرح دايما يا رب. كنت سعيده جدا معاكم النهارده. كل سنه وانتم بخير يا رب. سنه سعيده تسعد فيها كل اوقاتكم ان شاء الله. استودعكم الله واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.